سابقا في زين البيار. هذا شي واحد اللي دار لينا هذا المصيبه. أتكلم للشيخ انت وبنتك. انت تخلي الشيخ كيتسنى. بغيتيني اقتل الروح. شكون فيكم الراجل؟ مومو بوخرصه. اليوم غتسمع اخبارنا. والله حتى نشويه والله ما نخليها في. حلفت على المامون تتصفيها لي. السيف ديال ولدي. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس. وش حال فرقتي من ناس راسك ما شفت كيف وبس. كتحرقون يا فولدي ما خفتوا لا من الله ولا من العبد. شهدوا عباد الله شهدوا عباد الله. لقد نعرف شواقع هنا. اشواقع كتصور اشواقع صور باك اخويا اشواقع. المصيبه اللي كانت في هذا الفيلاج تكبوا علينا. ولدي باقي حي الحمد لله. يحسب لي غير هاد الهيشة لحتك في العافية. الهيشة تقول علي انا هيشة تقول علي انا هيشة حكار حكار هيشة هيشة ونص. وهالناس شاهدين عليك كتهددي باش تقتلي لي يا ولدي. وسي الشيخ راك غلط. راك عرفت من شي واحد كيكون مفقوس راه كيطلق شي كلمه اللي كيندب عليها. قبل ما نوصلوا لهنا سمعناكم كتقمقموا بحال شي حاجه باغي تستروا علينا. ايه سيد الشيخ عنده الحق. اش ما نستروا بهاد العفيف. اشكون هو هاد الميت اللي باغي تدفنوا؟ لا تمشوا القبر وتعودوا مفتوحين كاملين في الدوار. ضاع رزقي ضاع وبهيمي ضاع تاع عباد الله ضاع. ايه شي حد سمم لنا الغنم. وهاد خينا اللي سمو انا عارفاه. اسمعي هذيك الجنيه الزرقاء انا قادر نحلف قدام بيت الله انا ما وكلت بهيم ما سممت بهيم. هادو فعايل ديال الشميت وانا ماناشي الشماته. الشيخ راك غلط. يمكن هادشي هي المرض. انا اللي بغيتهم يتحرقوا باش هذاك الشيء ما يتبروباجاوش عندكم. اش قال؟ بروباجاوش هياش ما يتربجوش هياش زعما. شكون عرفها؟ هو ما عرفهاش. بغيتي نعرف انا؟ انتشر انتشر. سي الشيخ باش المرض ما يديعش. دابا عاد سير تقول هنينا ما يديعش المرض. المرض ولا سيدي مولاي هذا المرض منين جاي؟ من غيره هو تو باين على سلعة. بالله يهديك. عجبك الحال؟ مفجر ومكسول ليا وانت تحرك قدامي قبل ما يعاديوك بهذا المرض. زيد وانت تحرك انا شكي الشيء وعمك يعني. زيد عندي مولد تارخنا زيد عليا. دريس دريس والمصيبة هي الله يحفظ لقاصنا هذا المرض حتى الفهيم. المرض كيجي غير مع الريح من الغدا هو معنا. ماشي الفضيحة. الله يحفظ لقاصنا حتى الدراري. الله يحفظهم. صافي جماعة شفتوا بعينكم المصايب كلها جايانا من عند هذوك الناس. شدوا رجليكم وشدوا ولادكم عندكم وحبسوا بهيمكم. ما كاين لا رعى ولا سقى. وغدا ان شاء الله بحول الله ميعادنا هنا مع صلاة المغرب وديك الساعة نتذكر. يلا الله يتهنى. زيد قدامي اجي. بغيت نعرف غير فين كنتي غايب وشنو كان عاجبك تما. ما مشيت للبلاصه راه انا هنا. زيد قدامي. شيخ
العمى زنوب. بغيت سلهامي. لاش؟ خارجة. فين؟ غلينا ونجي. ويلي في هذا الليل؟ الغرض اللي خرج عليه تيبغي السترة. والليل سترة الشيخ. كلامك هو الكبير. أنا اللي غادي نهرس شوكتك يا بنت الرومية. إلا ما جليتكش من الفيلاج انتي وباك ما نتسماش أنا زنوبة بنت القايد مرت الشيخ والدة السيد المامون. هسلها ما زنوبة. خير عليكم. باقي نتعقلوا نهار جا دريس وجاب معاه الروميه. من نهار جا ما طاحت نقطه ديال الشتاء، ومن اللي طاحت طاحت تبروري وفسدات لينا الصابع. ونهار تزادت عندو ديك بنتو ايلي ماشي تحرقات لي الحانوت. انا بعدا حسبوني منكم واللي درتيها نديرها معاكم. يا نمازيغ مازال تموت البكمة وتموت اللي تهدر، ومازال تعيشو الهم والظلام، وما تشوفو من الدنيا غير الهم. مشات وخلات الرومية ضلها في البلاد. قفرتوها قفرتوها. سيادنا طلبوا التسليم. سليم هالفات قالت هالمجدوبة ادريس خصو يخوي البلاد. يخوي البلاد. يلا اللي عدو شي خيمة يمشي يقصدها. يلا شمال. يلا باجا لينا على البهيم. هالبهيمه الاولى طاحت وغدا وبعد غدا يطيحوا لنا البهيم الاخرين. ماشي بعدو راه في الريح راكي عادي بعدو التيسع. مالكم حامين الغو؟ اجاوبوا ماكم سكتوا. اش كاين؟ هاد الحين البهيم نبدا نموتوا عام شويه بشويه. صافي كوني هانيه. ابو نوار جاي. صافي ارتاحيتي. هالبهيم ديال الدوار كلها ضربها المرض. أغدا غلقى أولادنا ميزين في الزناقي. دريس خوي بلاد قبل ما ديروا فيك شراي دينا كاملين في الدوار. أسمع عدك من اليوم تالغدا في حالات لوقيتها. إلا ما جمعتيش شطيطك وخويتي البلاد تاوديك الكلبة المسعورة ديال بنتك راه ما غتلوم إلا راسك. عدتو مزيان تبارك الله عدتي التهوانة سير تعيب فيا. هول شكو كل ولدك. مزيانة السيد ريس طوال ورجليك حتى وليت تتقبح عليا هنا وتلوح لي البهيمة مريضة فوق العتبة ديال داري. اتوصل لي تا الطاعون عدي انا وتا ولد عايشة. هز لي هاد البهيمة ديها الخلاولة ديها الجلا دفنها ولا شوف اش غدير فيها. ويلا
اللي عنده شي خيمة يصد لها. والتدريس عدي معك كلام أخو. الله ياخذ فيكم الحق. الله يواليك برحمة الله. أنا عارف عزيز عليك الدوار، وأنا هادشي اللي وقع لي اليوم ما بغيتش يدوز عليا مرة أخرى. ناس ديال الدوار قالوا هاش الرحم الله، قالوا لي عاطينك الأجال غدا خصني نخوي الدوار. أنت شحال تعذبتي معاهم، سلمتي وكتصلي، وفي الأخر تيقولوا عليك الرمية. دير. أنا بنتي كنجمع الحوايج، وتا نتي خاصك ديري ما درت أنا. علاش؟ حيت الناس ديال الدوار قالوا لينا عطينا آخر أجل غدا. صافي وما قالوها نديروها حنا. أنا بنتي غير دريويش، وفين ما مشى عبد الله ليه الله. وليد ما عيتيش بهاد الدرويش. با راه الظراف راه كتجيب الحقرة. اش قالوا؟ قالك لا كنجيبوا ليهم المرض. هاد القضيه ديال المرض ما بغاش تدخل ليا للدماغ. والعلم عند الله. ما غنمشيو لتا شي بلاصه، هادي دارنا ارضنا، غنخرجوا منها غير للقبر. اش هاد الريحه فيك؟ اين ريحه؟ دي ريحه الحواله. لا لا لا، كنت كنسرى كوره مع الدراري. ما بغاش تبدلي. لا سمع الخبر. لا لا تسمع تسمع غنمشي. اشكون تسمى؟ دريس إلي أهي أنا. أجي نوريكم شي حاجة. الله سمعنا خبر الخير. يا خلابات لقيت علاش البيم مات. ما تقولش يا طبيب داكشي ديال المرض، راه داكشي ما بغاش يدخل ليا لدماغي. لا إلي هادشو مسمومين. كفارة بالله قتلهم بلا موجب شرح. لا إلي بقيني تنكمل الهضرة. هاد الظلم قبيح، بهم شربوا الماء البير وماتوا. بغيتو تعرفوا؟ هاشاو غادي نوريكم. Je parie à mes